أعزائي المشاهدين، أصبح من باب اليقين أن السياحة هي الباب المفتوح أمام تقدم الأمم، فهي المجال الأكثر حيوية الذي يمكن أن تصبح من خلاله المصدر الأول للدخل القومي في دول العالم الثالث. أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معنا في لقاءات متعددة وفقرات متنوعة، وهذه بانوراما الساحلية. أعزائي المشاهدين، النيل أجمل هدية وهبها الله سبحانه وتعالى لمصر. أي زائر، أي سائح بيزور الأقصر وأسوان بيحرص على الاستمتاع بالنيل وزيارة الأماكن الأثرية والسياحية التي تقع على ضفاف النيل من خلال الرحلة النيلية التي تسمى بالنايل كروز. النايل كروز في منه نوعين، نوع ما بين أسوان والأقصر ونوع الآخر بين أسوان والقاهرة. لكن يا ترى ما هي مقومات نجاح السياحة النيلية؟ ما هي المعوقات والصعوبات التي تعوق السياحة النيلية، وكيفية تنشيط السياحة النيلية، وأسئلة أخرى هنجاوب عليها من خلال لقائنا مع مستر محمد كمال مدير إحدى المنشآت الفندقية العائمة في النيل. مستر محمد، أهلا بك معنا، منورنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا فندم. مستر محمد، زي
المقدمه يعني الرحله النيليه للنايل كروز بتعتبر هي يعني الحلم لاي زائر او اي سائح بيزور مصر او بيزور الاقصر واسوان. يعني هو بيستمتع بالمناظر الطبيعيه الخلابه وبالنيل وبالشمس الدافئه، وايضا بيتعرف على الاماكن الاثريه والسياحيه والحضاريه اللي هي بتقع على ضفاف النيل من خلال الرحله النيليه اللي هي النايل كروز. النايل كروز في لونج نايل كروز وفي اللي هو الشورت نايل كروز. يعني بداية كده تديني فكرة عامة على الرحلة النيلية اللي هي النايل كروز بأنواعها كلها. حضرتك في النايل كروز بتتكون من ثلاث رحلات، ثلاث برامج مختلفين. ثلاثة كمان. حضرتك في برنامج سبع ليالي، في حضرتك النزيل ده اللي بيقضي سبع ليالي متكاملة، بيبدأ يعني من الأقصر وبينهي البرنامج بتاعه في الأقصر، وفي بيبدأ من أسوان سبع ليالي وبينهي سبع ليالي. تمام حضرتك. وفي البرنامج الثاني المتبع اربع ليالي من الاقصر لاسوان، وفي البرنامج الثالث حضرتك ده بيبقى بادئ ثلاث ليالي من اسوان. تمام حضرتك. هو نفس البرامج نفس المناطق الاثريه بينفذها، بس حضرتك طبعا بيبقى في براح في الوقت لما بيزور في السبع ليالي بيستمتع اكتر بياخد وقته اكتر. تمام. الاربع ليالي بتبقى برضو كويسه، بتبقى بادئ من الاقصر لاسوان، بيعمل جميع المناطق الاثريه وبيستمتع بالسيلينج فيها حضرتك. وفي الثلاث ليالي بتبقى مضغوطه شويه على النزيل يعني عشان المده بتاعتها بتبقى مش كبيره. تمام. وفي حضرتك السوبر لونج كروز اللي بتقول عليها حضرتك. السوبر لونج كروز اللي هي ما بين اسوان والقاهره. والقاهره حضرتك يا فندم، او العكس القاهره اسوان. تمام. مع اختلاف عدد الليالي اللي بيبقى كام ليله؟ في حضرتك في 15 ليله. تمام. وفي حضرتك بتبقى 10 ليالي. وفي برضه بتبقى حضرتك من القاهره للاقصر بيبقى اخر الكروز للاقصر. تمام. دي بس حضرتك ليها مواعيد معينه بتبدا فيها، مش بتبقى بدا طول السنه. ليه؟ عشان منسوب الميه حضرتك. بتبدا من شهر 2 لحد ما بتدي برضه منسوب الميه ينزل تاني بتيجي واقفه اللونج كروز. فهي ابتدت تشتغل وظهرت الفتره الاخيره كانت حاجه كويسه جدا. ان شاء الله اللي جاي كله خير باذن الله فيها. اللي احنا شغالينه يعني في الغالب باليومين دول اللي شغال حضرتك اسوان. عشان منسوب الميه. هيبدا من الشهر الجاي ان شاء الله الناس ابتدت تعلن عن السوبر لونج كروز. فان شاء الله في ناس هتبتدي تنفذ فيها من كروزات من الشهر اللي جاي ان شاء الله ده. السائح الموجود في المركب او المنشاه الفندقيه العائمه في النيل وقته ويومه بيقضيه ازاي على المركب؟ حضرتك هو وقته بيبدا مع التنسيق مع المرشد اللي معاه، ينسق بدايه اليوم، بتبقى فيه زيارات. تمام حضرتك. بتبقى في المعالم الاثريه بيزورها. تمام. وبيرجع لنهايه اليوم بيكمل يومه في المركب مع البرنامج بتاع المركب الحفلات. تمام. وبيكمل لو في سيلينج بيستمتع بالسيلينج بتاعه.
فبيكمل يومه وبيبقى اليوم يعني مختلف معاك بين سيلينج وبين مزارات. يعني في أسوان مثلا ايه الأماكن الأثرية الأماكن السياحية اللي بيزورها السائح أو الزائر؟ في حضرتك في أسوان في معبد فيلة، في السد العالي، في حاجة ترفيهية القرية النوبية، في جزيرة النباتات، في معبد أبو سمبل اللي يبعد عن أسوان يعني مسافة 3 ساعات ونص رايح، دي بتبقى حاجة ممتعة جدا للسائح. دي المناطق الموجودة في أسوان يعني. بعد كده المركب بتتحرك لكومومبو، حضرتك المركب بتتحرك لكومومبو تعمل زيارات كومومبو، وبعد كومومبو حضرتك بتتحرك على إدفو، بتبات إدفو الصبح بيعمل الزيارة بتاعته العادية بتاعت معبد. بتحركوا على الأسر على طول ولا بتتوقفوا في إسنا وزيارة معبد إسنا؟ بنعدي هاوس إسنا وبعد هاوس إسنا بنكمل، في بعد الجست بتبقى زيارة إسنا ليه في البرنامج فبينفذها له المرشد بتاعه، مش كل الناس بتبقى حاجزة البرنامج بتاع إسنا، في بعض المراكب بتنفذ وبعدها لا. الأقصر بقى يعني أهم الأماكن الأثرية الأماكن السياحية اللي بيزورها السائح في الأقصر. حضرتك كل الأماكن اللي في الأقصر رائعة، بنبدأ بمعبد الكرنك. أنا عشان يعني معروف طبعا الأقصر بتمتلك تلتين آثار مصر وتلت آثار العالم، فيعني عشان السائح يزور كل الأماكن الأثرية محتاج يعني شهر يعني. محتاج وقت حضرتك يعني، وفي عندك معبد الأقصر زي ما قلت لحضرتك، ومعبد حتشبسوت، وفي وادي الملوك والملكات. ده اللي في الغالب يعني. بر الغرب حضرتك دي بتبقى الغالب، في مدينة هاب وفي رومسيون. Yeah.
يعني وقت النهار بيبقى مشغول بزيارة الأماكن الأثرية سواء في أسوان أو الأقصر أو كومومبو أو إدفو. بالليل بيقضي وقته إزاي؟ في المركب حضرتك بيبقى في برنامج، بيبقى في حفلات، بيبقى متنسقة حفلات من الخارج أو حفلات من الداخل. يعني في أسوان في شو نوبي، في يعني فرق أسوان للفنون الشعبية، فنون شعبية، وفي رقص حضرتك في الأقصر، رقص شرقي وطنورة، وفي حضرتك برامج بتعملها المركب زي الجلابية بارتي، بتبقى في أثناء السيلينج بيبقى يوم شرقي مختلف للزبون، بيشوف الطبيعة بتاعتنا، الأكل بتاعنا، حفلاتنا إزاي، بيبقى اليوم كله شرقي. فالزبون شايف بداية هذا العام من يعني من ناحية الحركة السياحية والرواج السياحي في الأقصر وأسوان، شايف إن الموسم مبشر بالخير إن شاء الله؟ شايف إن السياحة بدأت تتعافى؟ الحمد لله، يعني أنا شايف البداية كويسة جدا الحمد لله، ده فضل من ربنا. تمام، فإن شاء الله يعني إحنا شغالين على السياحة الخارجية حاليا، وإن شاء الله هنبتدي في أجازات نص السنة هنبتدي بالسياحة الداخلية، بتعمل حركة وتنشيط للسياحة الداخلية. السياحة الداخلية اللي احنا مقبلين عليها، السياحة الخارجية، السياحة الأجنبية، أكتر الجنسيات الأجنبية الموجودة حاليا في الأقصر وأسوان، يعني الحجوزات اللي بتصل إليكم حاليا يعني أكترها من أنهي، من أي دول؟ حضرتك ده بالأقصر وأسوان الفرنساوي والأسباني حضرتك متواجدين في السوق يعني ودائمين إن شاء الله. يعني طب السائح الألماني، السائح الإيطالي، السائح الإنجليزي حضرتك يعني دي هي السياحة التقليدية اللي احنا متعودين عليها في الأقصر. السائح الألماني ما ظهرش بكثافة زي ما بيظهر، تمام، بس متواجد في سياحة الشواطئ حاليا في الغردقة، في شرم، مرسى علم، بس إن شاء الله ابتدت بس يعني باستقرار كالوباء وكده، ربنا يرفع البلاء والوباء عنا إن شاء الله، فابتدت كده خلاص الناس تطلع وتخرج، اللي جاي خير ان شاء الله كله. برضو يعني احنا يعني انت اتكلمت عن السياحة الداخلية، احنا داخلين على موسم الاجازات نص السنة، ويعني معروف ان احنا في نص السنة اسوان والاقصر يعني بيكون في رواج كبير في السياحة الداخلية، ودايما يعني في مقولة دايما بقولها يعني في كل البرامج ان احنا لا نتذكر السياحة الداخلية الا لما يكون في يعني تراجع في السياحة الخارجية. هل المنشآت الفندقية سواء كانت ثابتة او عائمة، خلينا في العائمة عشان حضرتك مدير احدى المنشآت الفندقية العائمة، في تشجيع للسياحة الداخلية؟ يعني عاملين حزمة من الحوافز لتشجيع السياحة الداخلية حضرتك؟ في ترويج جامد ان شاء الله، ويعني ان شاء الله برضه هيبقى في عدد كبير خالص من السياحة الداخلية، هتعمل حركة وتنشيط للسياح. بدأت الحجوزات يعني في حجوزات ان شاء الله بتعملوا يعني تخفيضات للمجاميع؟ يبقى في تخفيضات للاسعار كبيره، وبتعمل لهم باكج كويس كده ومزارات للمجموعات الكبيره حضرتك. يعني مثلا المشاهد اللي بيتابعنا ويقول لك يعني رحله في منشاه فندقيه عائمه، رحله في مركب سياحي في النيل ما بين الاقصر واسوان، هيتخض يعني، هيقول لك ده هتكلف كتير. لا مش مكلفه خالص، يعني المكان متنقل مش ثابت، كل يوم في بلد، يعني متعة مختلفة، بتشوف الطبيعة وبتشوف الآثار بلدك، بتعرف التاريخ، الحضارة، دي مش بتبقى خضة. طب الأسعار مناسبة للأسرة المصرية؟ مناسبة حضرتك، مناسبة. في عاملين تخفيضات يعني للمجموعات؟ في تخفيضات حضرتك للمجموعات الكبيرة. يا بني الجبنة يا بني الجبنة.
مني دلعني ورد وشدني وشدني يا ست الليل شكري الكواب ايوه ست الليل شكري الكواب يا حتى تعالي اشيل كان حالي يا فرحه تعالي اشيل كان حالي يا حتى تعالي اشيل كان حالي يا فرحه تعالي اشيل كان حالي جابوا لي الجبلو حطوا الجبل عالنار جابوا لي الجبلو حطوا الجبل عالنار دزولي 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 لا حول الله ده اسم ابنه ساكن وين يودين سوستو لا حول الله ده اسم ابنه ساكن وين لا حول الله ده اسم ابنه ساكن وين يودين سوستو يا حتى تعالي اشيل كان حالي يا فرحة تعالي اشيل كان حالي جابوا لي الجبلو حطوا الجبل عالنار جابوا لي الجبلو حطوا الجبل عالنار قولوا ما شاء الله عرسنا ما شاء الله شبابنا ما شاء الله صبينا ما شاء الله يا حتى تعالي اشيل كان حالي يا فرحة تعالي اشيل كان حالي حكي رقص الماما اتكلمنا عن السياحة النيلية. يعني معروف ان السياحة النيلية بتعتبر محور هام من محاور التنمية السياحية في مصر حاليا. يعني ايه الصعوبات اللي بتواجه السياحة النيلية بصفة عامة والسياحة الداخلية بصفة خاصة؟ حضرتك اللي بيقابلنا احنا في الصعوبات كمركب يعني بيبقى فترة منسوب المياه فترة الجفاف دي بتبقى فترة صعبة. يعني باللغة الدارجة اللي بنقول المركب بتشحط في النيل. بالظبط حضرتك دي الفترة اللي بتبقى صعبة من الصعوبات اللي بتقابلنا. بالنسبة كسياحة داخلية محتاجين يعني يبقى في صعوبات كوسيلة النقل يعني من محافظة لمحافظة سيم القاهرة الأقصر أسوان يعني يبقى في طيران شارتر تكلفة أقل دي هتسهل وتكتر حركة السياحة الداخلية معنا. ده يعني المطلوب يعني يكون في السياحة الداخلية لا تسهيل وسائل النقل يعني للصعوبات اللي بتبقى صعبة فيها. ده بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية كمان يعني موضوع طيران الشارتر ده محتاجين ان احنا يكون عندنا يعني رحلات شارتر ما بين كل الدول. بالظبط يبقى طيراننا احنا كمصر هو اللي يبقى متوفر بين الدول مش الدول توفره لنا كده هيبقى في عدد كتير من السياح نازل لنا كده عشان احنا طيراننا هو اللي هينقل. يعني مثلا يعني حاليا حضرتك بتقول في رواج في السياحه الاسبانيه سبب الرواج في السياحه الاسبانيه ان في طيران شارتر ما بين مدريد وبين بين اسبانيا عموما وبين الاقصر فحتى اسوان يعني في رواج في السياحه الاسبانيه الشارتر بتبقى الاعداد كبيره فيه وبتكلفه قليله فده بتشجع السائح انه يجي دي يعني اتمنى انها تتوفر مننا احنا كطيران احنا كمصر يعني حاليا احنا شايفين يعني في اسوان في الاقصر اهتمام كبير باحلال وتجديد البنيه الاساسيه البنيه التحتيه اعاده تجميل شارع الكورنيش سواء في اسوان او في الاقصر ده ادى الى ان يعني الاماكن الاثريه الاماكن السياحيه مداخل البلد ومخارجها يعني بدات تظهر بمظهر يليق بالاقصر يليق باسوان بالسياحه في الاقصر وبالسياحه في اسوان. شايف تاثير ده على الحركه السياحيه وعلى تنشيط السياحه خلال الفتره القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله عائد كويس للسياحه بالنسبه للتطوير ده والسائح ينزل يمشي في مكان كويس كلها بتفرق في الوقت ومع السائح كامل اصلك هو وقته بيبقى محدود
بس فده يعني نقله حلوه ونقله نوعيه. يعني حضرتك على نقطه هامه يمكن بتواجه معظم مديرين المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة والشركات السياحية وأي منشأة سياحية بصفة عامة، وهي أن معظم العمالة المدربة ذات الخبرة هربت خلال الفترة الماضية، وإحنا داخلين على موسم أو سيزون يعني شغل في نقص في هذه الخبرات. بتواجه هذه المشكلة حضرتك كمدير لإحدى المنشآت الفندقية؟ بعد الزملاء في كل المراكب بنواجه نفس المشكلة. كل اللي نازل السوق دلوقتي حضرتك كله جديد، مفيش خبرة. فاحنا بنضطر كده بنعمل تدريب وتوعية أساس العدم والاستقرار عشان جائحة كورونا حضرتك. فكل العمالة اللي بدأ دي كلها جديدة. كله جديد. فاحنا صعبة معانا وبنعاني منها، بس احنا لازم برضو ندربها. نوصل بيهم لمستوى كويس. عشان ما فيش متاح دلوقتي حضرتك في السوق غير العمالة الجديدة كلها. كل المتاح حاليا العمالة الجديدة. الدورات التدريبية بتنقصكم يعني؟ يعني هل يعني بتثقل العامل بسرعة في فترة وجيزة، ولا يعني بتحاولوا انتوا تعيدوا الدورات اكتر من مرة او تكرروا الدورات اكتر من مرة؟ اكيد حضرتك بنعيد. يعني احنا والسياحة كل رئيس قسم بيجتمع بقسمه يعمل معه ميتين كده وبيديهم توعية على الشغل وكده. كل العمالة جديدة أصلا. الوعي السياحي لدى العاملين وأيضا الوعي السياحي للمواطن العادي، شايف ان احنا عندنا وعي سياحي؟ احنا محتاجين أكتر، محتاجين فن التعامل مع السائح في الشوارع بالذات، الأسلوب، شكل بلدنا. لازم نوصل صورة كويسة للسائح ده من خلال التعامل مع أي حد متواجد في الشارع، في المركب، في أي مكان يقابله فيه. لازم ياخد صورة كويسة على بلدنا من خلال التعامل معه. فإحنا لسه محتاجين وعي في محتاجين لما الوعي السياحي لدى المواطن اللي بيتعامل مع السائح بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. إزاي شايف؟ إزاي حضرتك؟ يبقى عن طريق الوسائل الإعلام، يبقى في توعية حضرتك، في يعني تبقى في أماكن مخصصة لتدريب كل جهة يعني معينة، تخصص يوم معين، شهر معين، تدي توعية للناس كلها يعني. وإحنا هنا في الأقصر أسوان يعني بنتعامل مع السائح اللي هو بيجي من الخارج للأقصر أسوان. في سائح آخر قريب مننا في الغردقة وأيضا في شرم الشيخ، إزاي نستقطب هذا السائح ونخليه يجي يزور الأقصر وأسوان؟ ما موجود لدينا في مصر. هو حضرتك زي ما كلمت حضرتك في الأول توفير الشارتر للطيران الشارتر من الخارج، احنا المفروض نعمل كده في الداخل بين كل المدن السياحية نربطها ببعض. نوفر الطيران يعني يبقى في الاوفر دي اليوم الواحد ده موجود اصلا بين الغردقه وبين مرسى علم وبين الاقصر، لكن مش متوفر بشكل كبير بين البحر الاحمر وبين اسوان. بالظبط حضرتك لبعد المسافه، لكن لو حضرتك بالطيران هتبقى متوفره، هتبقى اليوم الواحد وهيحقق دخل عالي للبلد، والزبون هيستسهل انه هيسافر وقت قليل بالطيران ويرجع تاني ويستفاد اليوم اللي هو جاي يقضيه، ما ياخدش اليوم كله في وسائل النقل. فهذا الطيران الشارتر ده يحل المشكله دي كلها حضرتك. استاذ محمد متفائل بتعافي السياحه خلال الفتره اللي جايه؟ باذن الله كده يعني سامعين خير ان شاء الله، ان الفتره اللي جايه كلها خير ان شاء الله. ان شاء الله. نسبه الاجالات حوالي كم في المئه حاليا؟ حاليا حضرتك 80%. مقارنه بالعوامل السابقه نسبه كويسه الحمد لله. خلال الفتره اللي جايه يعني تتعافى تماما السياحه وتعدي ال 100% ان شاء الله. ان شاء الله الفتره اللي جايه حضرتك من بدايه اجازات نص السنه كده هيبقى في تنشيط من السياحه الداخليه، هتنتعش شويه الحركه، وبعدين ربنا يكمل في السياحه الخارجيه بعد الفتره دي تبقى العمليه مستمره يعني. ان شاء الله يا فندم. مستر محمد كمال مدير احدى المنشآت الفندقيه العائمه، بنظره الامل والتفاؤل اللي سمعناها منك عن تعافي السياحه خلال الفتره القادمه بشكرك. بتمنى لك وبتمنى لكل العاملين في الحقل السياحي وللسياحه في مصر وكل مكان في مصر كل النجاح وكل التقدم ان شاء الله. شكرا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم.
الحب ملينا غير والله ملينا غيره يدفينا ينادينا يمحي الحزن بينا نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترتدي بينا البرح خلينا نتحب روح منا يا حب الحب ملينا غير والله ملينا غيره يدفينا ينادينا يمحي الحزن بينا نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترتدي بينا البرح Everybody needs to love sweet and tender love Everybody really needs to feel oh needs to feel it مشاهدين بذلك نكون قد وصلنا الى نهايه تكتب اعزائي المشاهدين بذلك نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه شكرا لكم والى اللقاء في نفس الموعد الاسبوع القادم ولقاء جديد وحلقه جديده من بانوراما سياحيه مع رق تحيات اسره البرنامج مدير التصوير ابوف عبد الحفيظ اعداد اشرف الحويري واطيب امنيات المخرج صلاح ابراهيم وارق تحيات عماد ابو فتح شكرا لكم والى اللقاء وبانوراما سياحيه